تفضل استاذ. دخلوا هذا رامز كلارك جاء يلا دخلوه. تفضل استاذ. مسميه مطالعه. هو يسخر من نفسه. هو رجل محل سخريه. وطلعوا من القاعه. طلعوا من القاعه. طلعوا من القاعه. اوت. جو اوت. و انطوا الى ترى بدون حجه ادز مغفورا الى التحقيق ايا ظل واقف نتلو قرار الحكم ظل واقف نعم واقف نتلو قرار الحكم استمع الى قرار المحكمه واقف اسمع القرارات اي واقفا كن واقفا جاء قاعد اوقف وقفوا جالس يا الله لا تطويدي يلا جوزوا 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 منا جوزوا منا جوزوا منا لا تطويدي حكي وياك قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولاً بدلالة المادة بدلالة المادة 12 أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قراراً حضورياً وبالاتفاق ثانياً سيادة القاضي شخص واقف هنا يعلج يضحك يعلج يضحك يعلج يضحك هذا الشخص هذا الشخص يعلج يضحك هذا نفسه يستفز المحامين بتطلعوا بالدخل يعلج يضحك يضحك يعلج وجوكم على هالصفحة هذا التقدير للمحكمة ثانيا الخاسرون ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات ارتكاب إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 اولا دال بدلاله الماده 15 اولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم 10 لسنه 2005 وحددت العقوبه استنادا لاحكام الماده 421 باء من قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل بدلاله الماده 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق كل الذين انحرفوا ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استناداً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قراراً بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005 الله أكبر رابعاً تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استناداً بحق المدان استناداً بحكام المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا حضوريا قابلا للتمييز وفي تاريخ اليوم اخذوا يتراجع عن موقفه